تمشي عليها. وين في الحال ما باش ما كذبش عليكم، هذا الفيديو ايكون فيه هنايا، ادخلوا تابوناو. سلام، كيف ما شفتوا في العنوان دايره سيربرايز لاختي، ماشي انا دايره، لا دايره لا صاحبتها وانايا معاونها، غادي نديروا ليها حفل وداع توديع العزوبيه. هادشي اللي باغي نديروا ليها. صوبت الكاطو وخليت اختي داتو. عرفتي كيفاش تقنعت اختي بان هاد اللبس حوايجها باش تلبس داك كلبس يعني البيض باش تبان انها عروسه. كانت باغا تلبس غير شي حاجه دغيا حيت حنا غادي غير نتسخروا نشرو شي حوايج خاصينها. انا قلت لها دايره فلوغ زعما راه كنت كندير التجهيزات ديال العرس. ايوا يا ربي غير صدق هادشي كيف ما متخيلينو. ودابا غادي تشوفوا كلشي معايا وغتشوفوا داكشي كيفاش غادي يطلع. يا ربي طلع هادشي مزيان. وكيف ما شفتوا غادي نوريكم اليوم التجهيزات ديال العرس كيفاش غادي يكونوا معايا انا واختي. جينا عند مول السيكان. هنا باش نشوفوا خديجه شنو خاصها ناخذوه ليها. بعدا باش نقول لكم راه شحفتني شحفتني حتى لبست حويجه. خديجه جاتك مفاجاه؟ واو عرفتي شي حاجه؟ لا واحد شويه بديت نقول لك الدار بحال حسيت بشي حاجه ولكن ماشي حيت عيقات في الصونيت. ايوا خويا راه ايوا راه خوتي راه تعذبت معاها بزاف. دابا هي مابقاتش بغات دير مكياج نزلت عليها ديري غير ايلاينر ديري غير والو مابقاتش بغات دير ليا حتى حاجه فقصتني. دابا انا من هادشي كامل راه انا اللي درت بزاف اللي تعذبت بزاف. الحمد لله ضحكنا نشطنا داز داكشي كيفما كنا باغيين. هادشي اللي كاين ملي غادي نكون انا لايحه لكم هاد الفيديو كتشوفوا فيه نكون ديك الساعه مصوره لكم العرس وكلشي كلشي كلشي. خاصكم تتبعوا حاجه بحاجه. وانا خاتمي غادي نشعل دارنا. ورا ماشي خاتمي انا خاتم اختي اللي غادي يتزوج. انا باق عليا الحال. دورة زوينين درنا فيديوهات زوينين غنخليهم لكم داكشي تاع تيك توك بوحدو داكشي تاع انستغرام بوحدو. اللي ما عندوش انستغرام وتيك توك ديالي غنخليه لكم هنايا ادخلوا تابوناو. وقبيله قلت لكم الفيديو غادي يكونوا فيه حتى تجهيزات راه ما كذبتش عليكم هذا الفيديو غيكونوا فيه حتى التجهيزات اختي تاع العرس. تسمع العرس يسحب عرسي انا عرس اختي اختي ديك الساعه غادي نولي نغني حياة لالو صوت يا لالو زوج ختاي حياة لالو معليا جديد. المهم جيت دابا عند السيدة اللي غادي نكري من عندها التكشيطة. كنت ديجا دويت معاها في الانستغرام وقلت لها باش تخلي لي واحد التكشيطة ولكن بقيت كندور نقلب ما رجعت لها غير هي. غادي نوريكم دابا التكاشط اللي كاينين حيت قلت لكم غادي لكم التجهيزات. انا نوريكم التكاشط اللي كاينين عندنا داكشي نقي وزوين يعني ما دايرش في السوق. ونبدا لكم باول وحدة شوفوا كيف جاتني. غادي نوريكم في المرايه كيفاش جات وعطوني الراي ديالكم في لي كومونت. هاد التكشيطه هادي اللي التوب ديالها تليجه ولتحت في الموف شتوها كيفاش جات زوينه ولكن باقي ما اقتنعتش. وهادي هذا القفطان الثاني شوفوا كيفاش جا هذا في البيض بيني بحال شي عروسه. حتى هو زوين وخدمه مسقونه شوفوا لي شوفوا لي الخدمه.
هو كيفاش جا، ولكن باقي ما اقتنعتش. بقى عجباني داك الاولى اللي كنت قلت لها في الانستغرام خليها ليا. وشوفوا ليا هاد التكشيطه كي دايره، غزاله غزاله. وهاد لي اكسسوار تا هما فنيين، التحت ديالها في الكحل والفوق بحال الصفر، ما معرف شنو هو داك اللون بالضبط. ودارت لي معاه هاد الاكسسوار، هاد الشوكر في الكحل بالحلقات ديالو، ولكن دوماج ما غناخدهاش حيت اختي الاخرى مخيطه بنفس هاد الثوب بهاد الخياطه، ولكن حتى لهنايا فهمتوا. المهم حتى الفيديو الجاي وغادي نوريه لكم ناضي. وهاد كيبان لي هاد الخريصات والشوكر غادي نديهم لاختي باش ديرهم، ايجوها واعرين كما كانتش اختي مخيطك وخديت هادي. عجبتني الصراحه، قلت لكم عندنا داكشي زوين وما كاينش في السوق. غنخلي لكم الانستغرام ديالها، ومرحبا بكم كاملين. الصوره ما وريتكمش كلشي حيت اغلبيه التكاشط خارجين، وكدير حتى لي زاكسيسوار حتى هما راه خارجين هنا لي طالو. راه المهم راه قلت لكم نخلي لكم الانستغرام ديالها، واللي بغى شي حاجه مرحبا يتواصل معايا في الانستغرام. غادي نوريكم التكشيطه اللي كريت حتى العرس، ندير لكم سوسبنس. هاد السيدة هي عندها التكاشط كديرهم في دارها، قفاطن وتكاشط كلشي. هي نيت اللي كرات عندها بنت خالتي، كرات من عندها صاحبة اختي حتى هي هاد الاورانج، وكرات من عندها بنت خالتي. عندها داكشي نقي وزوين، وعندها حتى لي زاكسيسوار وداكشي. دوماج ما لبستش وصورت ليكم، حيتاش ملي كنكون كاريه في بلاصه اخرى ما يمكنش ليا نمشي ثاني بلاصه اخرى ونبقى مقال نقيس. المهم عندها داكشي زوين، العرس الجاي عندها ان شاء الله. ايوا شوفوا لي طالون، شوفوا ليا لي زاكسيسوار، عندها داكشي حتى هي كيحمق. غنخلي لكم الانستغرام ديالها، ومرحبا بكم كاملين. ايوا اختي كيف جاكم يا اختي التكاشط؟ غنخلي لكم الانستغرام ديال السيدة بجوج، اللي كريت من عندها انا، وحتى اللي كريت من عندها صاحبتي وبنت خالتي. هادشي اللي كاين. ودابا ندوزو لداكشي اللي خديت على وديت العرس. واحد السيد كيبيع لي زاكسيسوار ولكن بواحد الثمن خيالي. ممكنش عرفتي ممكن تشوف الاسنان يعني مصومة في بلاصة اخرى امبوسي. شوف خديت مضمة لميمة هاهي كيفاش كتجي، هادشي صفر بزاف هاهي كيفاش كتجي. جات قدها حد القد يعني ما نقصت منها حتى شي حاجة. وانا شنو اللي خديت؟ خديت من عندو هاد الخاتم، هادي سطاتني، و هاد الحلقة ديولها. شوف كيفاش كيجيو هادو، ماشي خديتهم زعما على وديت العرس ولا شي حاجة، خديتهم حيت عجبوني. غادي نخلي لكم الانستغرام ديالو، راه خديت من عندو بزاف الحوايج، ولكن دابا ما نقدرش نوريكم كلشي في الفيديوهات الجايين. وغادي ندوز دابا لهاد شنو اللي خديت عاوتاني. خديت هاد الساك، هذا خديتو شي يومين، هادي مشيت خديتو اليوم. المهم هذا شوف كيفاش كيجي. هذا خديتو من عند واحد المحل، غادي نخلي لكم انستغرام ديالو هنا، كاين في المدينه كيبيع داكشي واعر. انا دابا اللي غنقول لكم كيبيع داكشي واعر. وهذه ديال اختي، هذه اختي واخده الصنداله اختي، عشان انا واخده في حالها، ولكن ما فيهاش لقيق بحال كفا لقيق بحال الذهبي. المهم انا عجبتني هذيك كثر، وغادي نقول لها خايبه وجاتك حال حتى في رجلي باش نتبادل انا وياها. عندي هاد لي اكسسوار، هادو حلقات وهادي الشوكه، ولكن ما عرفتش واش يجوني مع التكشيطه ولا لا. المهم غادي نديهم معايا وصافي، اللي جا هو هذاك. واخر حاجه اللي شريتها على ودكم سيبورا. هاد سيبورا فيها غير فين كتركب التليفون، فيهاش فين فيهاش رينكريت. المهم شريتها شديتها معايا للقاعة باش نشطحو ونشطو وكلشي تصور ليكم. من عندو لي زاكسيسوار راه غنخليكم الانستغرام ديالو هنايا، راه كيدير ليفغيزون غير في اسفي ما على سيف. ولكن راه عندو داكشي زوين، وحتى الثمن من تكلموش عليه. اللي شاف شي حاجه هنايا وبغى يعرف الثمن ديالها يدوز عندي في الانستغرام. نتمنى نكون فدتكم في شي حاجه، ودابا نتلاقاو في فيديو ديال العرس.